اولا السلام عليكم. اسم اسيكتو هي مسؤوله اللجنه الاجتماعيه في جمعيه فاعل خير بني بلال اللي كيتراسها السيد مصعب الحين. كنبدا الجمعيه هي مبادره شبابيه وطنيه مستقله ليست لها اي صيغه سياسيه، والرساله اللي كتحاول تبتها فاعل خير وهي نشر ثقافه التطوع وعمل الخير واستثمار طاقة الشباب المغربي وتوظيفها بشكل جيد وبناء للمساهمة في التنمية الاجتماعية. كيف كتشوفوا أن اليوم جينا درنا حملة تحسيسية ديال اللي هي حملة تبرع بالدم، والحمد لله لقينا استقبال كبير من عند الشباب اللي جاوا أنهم باش يتبرعوا، اللي استجبوا معنا باش يجيوا يتبرعوا بالدم. وكيف كتعرفوا أن التبرع بالدم هو من أنبل الأعمال اللي ممكن أنه الإنسان يقدمها للإنسان آخر اللي يقدر يحتاج الدم في أي لحظة. وكنشكروا الناس اللي جاوا معنا والناس اللي استقبلونا هنا في المركز، يعني لقينا استقبال مزيان وتعاونوا معنا، شكرا لهم بزاف.